وخوتي كل واحد عنده السكن ديالو. انا الوالد ديالي كان وقت ثلاثه العيالات لنا الوئام، وانا معروف محبوب عند الناس عز على الناس، وكل اللي بقيت فيه وكل اللي بكى عليا ظلم ظلما وعدوانا، ظلما عدوانا حسب الله ونعم الوكيل. انا كنت نسكن في الفيلا في الولفه حدا قهوه الساني غدا نقود كوثر مورا. يعني انت متاكد من هادشي اللي تقول؟ انسان كذب عليك بالحجوج، اما جيت انا هضر كلشي عارفني، وما عندهم نفوذ واقفين معاهم بلا ما نذكر سميتي. ما تذكرش الاسماء الله يجازيك. لا 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 عندنا عصام مشتير يا ودي لا اله الا الله. لا لا واش انت حار في قصد؟ علاش اخويا ما تنتحر ما والو باقي راه السحر مرضوني حياتي. كيفاش قتلك في السحر ومرضو؟ مرضوني واش واش هما خوتك شقاق؟ هما خوتي من البوا عي من باك. ولكن سميتك انت بحال سميتهم؟ سميتي بحال فني. وعلاش يديروا معك بحال هكا؟ صوم بانتا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هاد السيد هذا عنده واحد المشكل، تيصرح بأن قال لك خوتي زوروا، حسب التصريح ديالو تيقول لك خوتي زوروا الوراق وأنا غادي نمشي للحبس. وتحكم عليه سنتين، تحكمت عليك عامين ديال الحبس. عامين ديال الحبس قال لك باطل، ولكن ماشي أنا. شوف حنا تحت القانون، القانون القانون فوقنا، فهمتي؟ حنا تحت القانون، ولكن انت بغيتي تلوم خوتك اللي هما تهموك بالزور. السلام عليكم، قدم نفسك للناس. السلام عليكم خوتي المغاربه المتبعين، واللي شاف هذا اللايف بارطاجي بارطاجي. الله يرحم لكم الوالدين. انا مظلوم ظلما وعدوانا، ظلما عدوانا حسب الله ونعم الوكيل. انا كنت نسكن في الفيلا في الولفه حدا قهوه الساني غدا نقود كوثر مورانا الوئام، وانا معروف محبوب عند الناس عز على الناس، وكل اللي بقيت فيه وكل اللي بكى عليا. وخوتي كل واحد عنده السكن ديالو. انا الوالد ديالي كان وقت ثلاثه العيالات الاولى، ولد معاه جوج بنات وولد، طلق امهم خدا امي انا، الثانيه هي الدره، والمشاكل اللي دايرها الطليقه الاولى تيقولوا انا غير مربي. وكانوا خوتي كانوا مزيانين معايا، علاش؟ ملي كان با باقي في الحياه. واش تما تباك عاد ولاو المشاكل؟ عاد ولاو المشاكل، كانوا مزيانين معايا كان با في الحياه. ملي ولا فيه زهايمر تبدلوا عليا وحيدوا لي الصهريه ديالي، وحيدوني من البيت وليت نعاز في الصالون. واختي عندها ولده، ولد السلطان ولا ساكن في البيت ديالي، ولا يسكر ويسرب وتيخلعوني به. قلنا ما كاين مشكل، هاك الساعه كان باب باقي في الحياه وفيه زهايمر، وليت نعس انا في الصالون. تقول لي ما تعس سداد، راه تعوس سداد نعس في الارض. كمل. ما عليناش. مني 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 حيدوا لي السهريه ديالي، ولاو معايا المشاكل. ملي ولاو معايا المشاكل نهار اللي تزوجت، تزوجت في 2005، تغامزوا عليا ربط لي المراه 2005، ثلاث ايام هربت بسبب السحر. خديت المراه الثانيه، قالوا علاش غادي تزوج غادي يدير الاولاد غادي يورث معانا. سيدي قال تمهم اللي سمعت. مني مات با في 2017 نعس الزنقه، ونعس التريطوار ديال القهاوي، ونعس الطلبه ديال العساس. تعاونوا معايا الناس في رمضان في 2017، با مات في 2017، تعاونوا معايا. كنت في الخمسين في الولفه دار الزوافريه، صاحب با دار لي المحامي، داني عند المحامي قال لي اودي هذا مسكينه اليتيم راه زرعوا عليه خوتو، وقالوا لي انت غير مربي صاف الوراق. قال لي بحال هاد الدوسير ربح سي ناس اخرين في المجلس الاعلى، ربح الابتدائيه والسنه في المجلس الاعلى بحال المشكل ديالي. هما داروا تزوير راجل اختي شاف ديال المطار سات لندير في 2005، ملي سالت ندير الصحافه ونحكي المشاكل ديالي، ودار تزوير ولا تيخلعني بوسام ملكي، وعدوا الناس نفوذ واقفين ضدي، ما نذكر سميتهم واقفين ضدي. دابا خوك دابا هاد العمليه تحكمت عليك ديال الحبس ديال السجن. لا دابا تحكمت الاستدائيه بصالحي، شتينا بصالحي تلغى التزوير ديالهم. مشينا عند القاضي التحقيق، هضر معايا قاصح بيضا صرني، داز السود ديالي دار فيهم، قال لي بس عرفتي هذاك ولده، واش حضرتي الرفيسه اللي كان عصام تزاد؟ حضرتي الرفيسه دخل سوق راسك. كاع مساكن السود ديالي تخلعوا، والسود ديالي كبروا معايا ولاد الدرب، تيشوفوا التعامل مع با تبرك معايا انا وياه في القهوه،
تنبرك انا وياه في القهوه، تندي ونجيبو، تندير مصاري، نخلص الضريبه، الظلمه، انا كاع المساجد الكلاود نكلف فيهم، انا هو العكاز ديال با، وانا هو اليد اليمنى، خوتي كل واحد عنده السكن ديالو، انا اللي عايش في فيلا، مع هذاك الفيلا تعطات موبلات تتسوى مليار، هما بغا يعطوني اللي بغاو، قالوا لي نسرو لي قسموا ولا مازال؟ لا مازال، انا اللي ندير لهم، ولكن كان حقك اللي التعرض، عندي حق لكن كاين في المحافظه حابس لهم انت في المحافظه يعني دي انت اللي دير لهم التعرض، انا اللي التعرض انت في المحافظه انت، انت شوف محافظه سالة الملكيه، سالة الملكيه يعني بسميتك، بسميتي راه كاين السميه، ها السميه ديالي انت سحموت عصام، عصام سحموت عصام، هاي سالة الملكيه. ودابا شنو المشكله اللي عندك؟ حطيت في دار الضريبه ديال ديكلاراسيون راه محكوم بصالحي، ودابا ملي خلصت قال لي تحقيق داو الجنايات ردوني انا متهم، خوتي اللي داروا تزوير قلبوا كل شيء، عفوا قلبوا كل شيء على ظهري. عندك تحلل؟ لا قلبوا عندي السكر والعصب، قلبوا كل شيء على ظهري، ردوني انا منتهم في قاعة سبعة جنايات، تنحضر خمسة الجلسات، حكموا عليا غيبي، صار ثمانية نهار 27، حكموا عليا غيبي، حكموا عليا بعامين ديال الحبس، وربعة مليون عطيها غرامة، والسود ديالي 14 سورتي و10 الف ريال واحد. واش عامين ديال الحبس واش تنفيذ ولا عسور؟ باقي ما تنفذ، لا تنفيذ باش ندخل الحبس. يعني غتمشي للحبس؟ غنمشي للحبس، دابا يلاه تلاقيت مع المحامي قال لي دير سقوط الملف، راه عندي الملف خرج، قال داروا معايا نهار 3 سيني فيه باش ندير التعرض للملف، سقوط الملف. ولا ما سقطت غتمشي للحبس؟ قال لي تعاود لو ما سقطت غنمشي للحبس. وانا خوتي انا تنطلب في الجامع ديال الوئام في الولفه، وتنبرك حدا البنك التجاري حدا مول جريد حدا لاكارت كيسي في الرومبا حدا ليديك سير ام الربيع الدور ديال العساني، هذيك هي البلاصه ديال سير الصباط، تنبرك مع تنصلي العشاء، تنبرك مع 11 الليل، تبقى 3 الصباح 4 الصباح، علاش؟ باش الناس يتعاونوا معايا. انا والله العظيم اخويا ما عليك تبس خلص الكرا، لا ما عليكش خلص الناس الزنقه مسكين، وما غاديش تستغلوا الكراوات وانا ما عنديش، حقروا عليا انا اليتيم خوتي من با، وقالوا انت غير مربي وانت غير حرامي، تلقين عليه حرامي ولد الزنقه. لا حاشا. واحد السيده كانت خدامه عندنا مربينا قالوا لك يا امك ما نعرفش انا امي يا الزور الله يرحمها يا امي. زعما هذا الشيء كامل باش يخرجوك من الورد؟ من الورد اه. وانا اللي قال انت احنا ولاد المقاومه، انت احنا ولاد المقاومه، وهذه الساده ابن مقاوم وبا منصور مع الحسن الثاني الله يرحمه، عندي زوج باوات، با الحسن الثاني الله يرحمه وبا الله يرحمه مسكين. انا هو العكاز ديالو، وهذه الساده ديال ابن مقاوم، والفيلا اللي فيك تساكن اخوتي المغاربه، بارطاج بارطاج الفيلا اللي فيك تساكن، كنتي ساكن في هذه الفيلا؟ في هذه الفيلا انا قايلها في دار الزوافريه، وهذا هو با مسكين اذا ندي وذا نجيبو، انا هو العكاز ديالو، انا هو اليد اليمنى، بعد لا حلي الله رحيم، هذا با مسكين الله يرحمك ابا، وصيتي اخوتي شوف الطمع اش دار اليوم، ربا مدفون في الرحمة، وعندي الشباب يقول يا مربي، أنا ما مربيش أبا، با مدفون في الرحمة، أمي مدفونة في رود السلح، أنا والدري الصغير سحبت. وكان باك ما يوقعلكش هادشي؟ لا كان با ما يوقعش ليا داكشي، أنا كنت عايش في الفسوس في الخير ما مولفت في الخدمة، دابا عندي السكر والعصاب. شنو غيربحوا غتمشي أنت؟ أنت تشوف أنت فرحانين والله إلا فرحانين، هذا الحكم ديال با اللي دعا راسو في مينيستر، في 75 في المسيرة، الرقم الحكم، مينيستر ديال الحالة المدنية. الحالة مدنية، أنتم أخوتي الحالة مدنية ورقة ازدياد، وهذه الإراثة ديال ولاد الدرب، وهذه الحكم ديال الاستدائية محكومة بصالحي، ياك هاهي محكومة بصالحي، هاهي الميل محكومة بالاستدائية لصالحي، وما تحاولش تواصلوا زعما تصالحوا والو ما بغاوش، يعطوني اللي بغاو، هذه استئناف. أنت علاش جاي لهم التعرض؟ تنطالب حقي بغا يبيعوا الفيلا، با يبيعوني درتهم التعرض، با يبيعوا لشي واحد. والفيلا عندك فيها الحق؟ عندي فيها الحق، انا واريت، وجا واحد عيط عليا في قهوه، خلص عليا قهوه، قال لي اودي راه بنسال على اختك، عطيته التليفون ديال اختي، قال لي نتفاهموا نصلحوا المشكله ديال شي ربع سنين هادي، عطيته التليفون ديال اختي تفاهموا، خداو داروا الثمن بيناتهم، داروا الوعد البيع، خداو 60 مليون على 30، هو السيد خدا في المحكمه. عاد فقت اخبار والدعايه في الدرب قالوا انت هذاك هو واقف ضدي، انا اللي ديت اختي حتى هو واقف معاهم، ياك كان عندنا واحد الكاري خرجوه، قال لي هو قال لي احنا خرجنا لك الكاري، ودا قلت لك سامي واقف ضدي،
قال لي حاول تزيد ستيناف نهضر مع خوتك سلوك سي بريت ما هادشي كتي في البيلا حتى وليت نعس في الزنقه وليت نعس الزنقه دابا انا كاري في دار الزوافريه ودابا تصر لي معديت باش نخلص الكرا غادي نعس في الزنقه واش شنو مالموت الطلبات ديال انا تنطالب سيدنا وتنطالب المسؤولين يعطيونا حقي انا واريت انا واريت انا انا واريت وما هو تنطلب سيدنا وتنطلب المسؤولين تعاونوا مع اخوتي المغاربه بارطاج بارطاج بغيت ناخذ الحق ديالي ودابا انت ولات عندي حاله نفسيه ومالكين لي رجال الله ومالك الكحل وحنا صرفا ولاد مولاي مسعود رداد من امي وانت دابا دابا انت المحكمه حكمت باش تمشي للحبس حكمت عليه بعامين ديال الحبس وخير 4 مليون ها 4 مليون 4 لا 4 4 المليون 4 المليون وعامين ديال الحبس ولكن انت غتمشي لهاد الحبس دابا انا والمحامي خدينا هاد الدوسي الى تقبل لك لا تقبل لي لا ما تقبلش نمشي للحبس ناري لا حسب الله ولا مال وما كاينش اللي يجيب لي حتى العشاء ما كاينش اللي يجيب لي الماكل ما عندي لا عائله لا احباب ولا مشات الحبس والله ما ناكل الدغمه بغيت الموت واش بغيت تقول لخوتك الحار خوتك اللي بغيتي يهبطوك الحبس اش بغيت تقول لهم نقول لهم على وجه باك الله تنقول تنقول اختي راه لاباس عليك وعندك فيلا ورصاف ديال المطار وعندك زوج بارطمات ولاباس عليك وعندك الكاد كاد وقاعد تشوف تضحكي عليا وتقول خويا انت عندك دارك وليداتك والطاكسي واختي الاخرى تدخل عندي بولدها عندها ماندا ديالها حرام عليكم ياك اختي لا تنزلوا فينا هو ذاك العدل اللي دار معك با قال لكم ما تستخطر رضا واللي غير لي ولدي انا ساخت عليكم ياك اش درت فيكم اخوتي وكم حرسكم كم قول محسوم هذاك خونا كبر معانا حرام عليك نعلو الشيطان وسيروا لي بريط ما وسيروا لي ميحل باس من كرين دعيت بيه وتجبرت فلوس خصو لعت عند محامي وهذا الشيء اللي درتو فيا انا مسامحك بالدنيا واخره حرام عليكم اخوتي انا بقى لي غير انتحار لا لا انا بقى لي غير انتحار اخوتي حرام عليكم اش زرت فيكم الى عيب وصلتكم لا. حرام عليكم لا انا اش زرت فيكم لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الله اللي علم بيا لا حول ولا الله اللي علم بيا الله يرحم والدي لا حول ولا قوه بارداس بارداس اخوتي غادي نوصل للمسؤول لا حول ولا قوه والله العظيم زعما هاد الفلوس تيجبدوا على المشاكل سعدات اللي ماتوا ما خلاو حتى درهم في الجيب سعداتهم تتخليو على المشاكل الله يرحمكم تخلقوا با تلاقوا با انا زرت فيكم الله يرحم لكم والدي والله العظيم الا بغى شي واحد يوقف معايا تبر في بركة الزهري قدام الولفه قدام الوئام حدا لي دي وجاب لك نزلوا لك خوتك ما تمشيش للحبس ما مشيش للحبس انت خايف خاصة نتسامحوا ما عندي حد ما عندي حنين ما نحتي السكر ما نحتي رزق الله اللي مالكيني ما نحتي السحور ما نحتي واكل التوكال وليت مريض حاله نفسيه عاب شو عليك عاب شو عليك ارحم والدي عاب شو عليك اخويا حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل اسمع راسك اخويا تنطالب الله وسيدنا جلالة الملك وتنطالب المسؤولين الله يخلينا مالكنا ربنا وخونا وحبيبنا الله يطول عمره والله يحفظ مولاي الحسن مولاي رصيد الأسرة العلوية واللي عليه خطينا المسؤولين هذه البلاد وتنطالب السي الوهبي لوزارة العدل وتنطالب دول المظالم وتنطالب المحسنين يتعاونوا معنا مظلوم بغيت سي محسن يخلص عليا الكرا وبغيت سي مسؤول يحيد المحكمة الحبس دابا الحبس تنفذات عليه دابا تنفذات عليه دابا لك حضرت مع المحامي في المحكمة ستينا في منار خدينا الملف راه الملف عندي بس يسقط الدعوة بس يتعاود من الأول من 2017 يومين هذا ودابا يتعاود الملف وأنا غادي نتمحن وغادي نعز الزنقة وغادي نتسرط ودابا أنت حقك في الفيلا ولا ماشي حقك؟ عندي حقي في الفيلا وأنا واري واش على قبل الورت وحقك غتمشي على قبل الورت أخويا وقع الشيء أنا وقع لك الشيء ما تسامحش انت وخوت تقول لهم سمحوا الله يهديهم انا ما نطلبوش الله يهديهم ديروا بوزي وبا ديروا بوزي وبا خوتي حرام عليكم نسامحوا سيروا لي بريط ما ومحل كريم تعيش به وانا ما نقدرش نخدم انا مريض انتم عارف الحاله الوضعيه تنسكر واحد السيده ساكنه حدا اختي زاد عندي حدا البركه التجاري في تنسير الصباط قدام الوئام حدا لي قال غتسيري الصباط قالت لي واش اختك ما بقيتيش فيها تيشوفوك في هذه الحاله تسيري الصباط صباط واش خوتك ما بقيتيش فيهم انت بقيتي فيا خويا واش خوتك في الطوموبيلات كنت عندها كات كات خويا غدا بالطاكسي قول واحد دوز السكن ديالو عاب شوي عليك عاب شوي عليك اخويا خويا عاب شوي عليك عاب شوي عليك عاب شوي عليك ما تخاف كيفاش ما تخاف شوي عليك اخويا صافي اخويا انحبسوا الله يبلا جازيك بالخير انحبسوا
خوتي تعاون معايا. صافي اخويا شوف وليتي بخير ياك؟ لا سي بخير. صافي صافي اخويا صافي الله يجازيك بالخير. ما تعصبش ليا ما تعصبش. ما تعصبش صافي اخويا ما تعصبش. لا اخويا تسليم تسليم يا اخويا الله يرحمك. تسليم تسليم الله سبحانه وتعالى فيك رجال الله ياك رجال الله. انا ولدي انا الشريف ولد مولاي بسعيب طالبين ولد رجال الله. انا الشريف من امي الله يرحمها طالبين ومسلم رجال الله. وانا ولد رجال الله وتنبرك مع البوعزاوي صاحب الحضره الذكر وحسب الله ولي من الوكيل. عندي واحد القصيده بغيت نقولها. سيدي تفضل. سيدي ربي ديني القبري ما عندي الظرف بلادي ولينا عايشين في الظلم والحقره مع خوتك باك صاحبي شوف والمعارف. حنا ولاد المقاومه زي السحرير تضربنا الغير على البلاد الوطنيه تنحبوا مالكنا والاسره العلويه. راه المسؤولين فيهم وفيهم يا سيدنا الله ينصرك عليهم. وانت مالكنا انت اللي حنين فينا وانت وبانا وانت وعزيز علينا يا مالكنا. انا عياش تنحبك وانا من المحبين ديالك وانا مظلوم في حقي وتطلب سيدنا والاسره العلويه توقف معايا توقف معايا. انا مظلوم انا ولدت توصلت للانتحار ولات عندي حاله نفسيه ما نحتي رجال الله مالكيني ما نحتي المحكمه ما نحتي السكر. حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل. مشاهدي الموقع معكم كنتم على هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.